في قمة الحكومات مشاركة كبيرة من جمهورية العراق على مستوى وزراء وكذلك هيئات. شاركنا كجهاز رقابي هيئة النزاهة الاتحادية مع ديوان المحاسبة الإماراتي بالجلسات العامة وكذلك بجلسات حوارية خاصة تنعقد غدا تختص بالأجهزة الرقابية وبهيئات مكافحة الفساد. طبعا في العراق عملنا في مجال مكافحة الفساد منذ سنة مضت بطريقة أخرى، وهي أولا فتح علاقات دولية من خلال مذكرات تفاهم واتفاقات دولية حول مكافحة الفساد، وفتح أبواب مطاردة الفاسدين خارج العراق وكذلك استرداد أموالنا المهربة في الخارج. فعملت هيئة النزاهة بالإضافة إلى واجبها كونها هيئة مستقلة، عملت استلهمت من البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري أولويات وضعها، وهي أولا مكافحة الفساد، وثانيا مكافحة الفقر ومكافحة البطالة وتقديم الخدمات، وكذلك الجانب الأمني والاقتصادي والتنمية الاقتصادية وفتح آفاق الاستثمار والمشاركة مع القطاع الخاص. هذه الأبواب جميعا هي موكلة نجاحها أنه ننجح أولا في باب مكافحة الفساد. عملنا مع الحكومة ومع القضاء ومع مجلس النواب العراقي في مجال مكافحة الفساد بشكل كبير جدا، وحققنا منجزات كثيرة غير مسبوقة في السنة المضت. طيب خلينا أسأل حضرتك، خلال العام الماضي اللي تم تحقيقه تحديدا إجمالي قيمة الأموال اللي تم استردادها واستعادتها، وأيضا ماذا عن تقديرات الأموال المهربة للخارج، كم تبلغ تقريبا حاليا؟ نعم، احنا حقيقة في الجانب الزجري والردعي عملت هيئة النزاهة في مجال إجراءات تحقيقية والتحرية على جرائم كثيرا، فسجلت لدينا أكثر من 35 ألف إخبار خلال سنة، وكذلك من هذه الإخبارات تحولت إلى منعتها 26,500 قضية تحقيقية جزائية عرضت على القضاء. هذه بها كثير، بعضها كثير فيها جرائم فساد كبرى نعمل على إنجازها. حققنا من خلال ذلك استرجاع كثير من الأموال عن طريق القبض على المتهمين واسترجاع الأموال التي قاموا بسرقتها، وكانت عبارة عن عشرات ملايين الدولارات وكذلك أكثر من 50 إلى 60 مليار دينار عراقي. هذا بالنسبة للاسترجاع من الجرائم، وكذلك حفظ على أموال من الهدر والسرقة أكثر من 100 مليار دينار عراقي، وهي لو نشي الأرقام هي أرقام سنطرحها في برنامجنا وفي مؤتمرنا السنوي قريبا خلال سنة إن شاء الله. هذا الأموال بالخارج تقريبا قيمتها قد إيه المهربة؟ طبعا حقيقة لا يوجد إحصائية دقيقة للأموال التي هربت بسبب الفساد. هيئة النزاهة تعمل على جانبين طبعا، أولا الأموال التي هربت بسبب الفساد والتي سرقت وهي كثيرة، يعني لا تقل عن مليارات الدولارات حقيقة، وكذلك نعمل على استرداد أموالنا التي هربت أيام النظام السابق من خلال صندوق استرداد أموال العراق، واستردينا في الآونة الأخيرة منها من سويسرا عن طريق البنك الفيدرالي الأمريكي 150 مليون دولار استلمت من قبل العراق. استردينا من دولة الكويت 26 مليون دولار كان ضمن حسابات سفارتنا أيام النظام السابق، كذلك استردينا أموال من داخل العراق ما يقارب 20 مليون دولار، وكذلك أموال عراقية أخرى هي ضمن الصندوق، هي تخص أموال النظام السابق اللي تعمل عليها أيضا هيئة النزاهة. بالإضافة إلى أموال الفساد استردينا مبلغ قبل فترة وجيزة من دولة الإمارات العربية المتحدة، أصل مبلغ سرق من العراق أثناء سقوط النظام السابق وهرب إلى الإمارات وكانت هي الدفعة الأولى. كذلك نعمل على استرداد المتهمين بقوة، استردينا متهمين كثيرين من دولة الإمارات ومن سلطنة عمان، المملكة العربية السعودية، من مصر، من الأردن، من تركيا، من ماليزيا، من كثير من الدول. العمل جاد، استردينا خلال السنة الماضية 18 متهم من الخارج ومطلوب، ونعمل حاليا على استرداد أكثر من 20 متهم تم القبض عليهم في الدول، ومن ضمنهم أيضا في دولة الإمارات العربية المتحدة لدينا المتهم نورس اللي هو كان مدير عام صحة بابل، سلم إلينا لكن لم قيد التسليم الفعلي. كذلك المتهمة حمدية جاف التي هي قيد إن شاء الله. هل جاري تعديلات على قانون النزاهة في الوقت الحالي، ومتى من المتوقع الانتهاء منها؟ طبعا تكلمنا في الجانب الزجري، أما لدينا جوانب أخرى تعمل عليها النزاهة، جانب الوقائي وجانب التشريعات. جانب التشريعات تم إعداد قانون حق الحصول على المعلومة وصوت عليه مجلس الوزراء الموقر، وذهب حاليا إلى مجلس النواب الموقر، في الأسبوع القادم ستكون أول القراءة الأولى له في هذا، وهذا طبعا هو يعتبر قانون الشفافية اللي هو من ضمن متطلبات أو التزاماتنا في الاتفاقية الأممية. متوقع انتهاء وبدء تطبيقه إمتى؟
طبعا حال تشريع شو يطبق سيفتح آفاق كبيرة أمام الصحافة والإعلام والمواطن أن يصل إلى المعلومة بسهولة، وممكن يتعرف حتى على الأموال التي تصرفت على المشاريع. كذلك لدينا قانون استرداد عائديات الفساد حاليا في طور التصويت عليه في مجلس الوزراء، كذلك لدينا قانون التعديل الثاني لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30/2011 المعدل في طور التصويت عليه في مجلس الوزراء، تعديلات بسيطة وسيعود للتصويت إن شاء الله وسينجز وكثير من المشاريع. في الجانب الوقائي عملنا على حملة من أين لك هذا، وهي عملية الكسب غير المشروع تضخم الأول. استردينا من خلال هالحملة طبعا أكثر من 6 ملايين دولار وكذلك عشرات ملايين الدولارات العراقية. هذه نسأل الشخص الذي أو الموظف أو المسؤول الذي نثبت لديه تضخم من أين لك هذه الأموال، إذا أثبتها تبقى له، وإذا لم يثبت تشريعية تعود للدولة وبأيسر طريق. معارف إعلاميين بسرقة القرن، أين وصلت حاليا؟ سرقة الأمانات الضريبية متهمين فيها أصبحوا أكثر من 30 متهم. تم استرداد جزء من الأموال التي سرقت وتمثل جزء لربما أقل من 10%. حاليا يعمل القضاء على استرداده، لأن حاليا القضية مودة على لدى قاضي تحقيق محكمة جنايات الفساد. نعمل معه في أنه ندعم ونكمل القضية حتى تحال لمحكمة الموضوع. المتهمين بعضهم مكفلين بعضهم هاربين، إن شاء الله في يعني أشهر القليلة القريبة يحالون لمحكمة الموضوع، يحاكمون إن شاء الله وسيحصلون على جزائهم العادل وفق القانون.